لكن بعد ذلك منتخبنا عاد بقوة للمباراة. راح الحمادي، مر الحمادي والخامس سيأتي عن طريق الحمادي. لهذا اللاعب الجميل، لاحظوا كيف هرب ورأسه إلى الأسفل وتخطى الحارس. بعض اللاعبين يفضل أن يعطي الحارس أبرة مخدرة أقصاه من المباراة، ذهب في غيبوبة وسجل من زاوية ضيقة هدف خامس. 5-1، 5-1، هدف خامس ينهي المباراة بقدم اللاعب البديل الذي يأتي بهدف جميل وبانطلاقة جميلة جدا. من الانطلاقة لم أشاهد كثيرا هذا اللاعب، لكن من انطلاقته، من تحركه قبل هذه المباراة أعطى انطباع أنه لاعب. لاحظوا كيف هرب، وضحها خلاها جوه راسه وراح راح 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 خلص من الحارس، أسقط الحارس، أخرجه نهائيا، أبعده عن البصرة بأكملها، وتمكن أن يضيف الهدف الخامس. ولاحظوا كان يقف تقريبا على خط واحد مع المدافع، لكنه تمكن أن يسجل الهدف الخامس. 5-1، انتصار أيضا كبير وكبار القارة. هذا ما شئت للصحف، كبار القارة يلتهمون صغارها، والعراق الكبير اليوم التهم منتخب أندونيسيا فريسة بخماسية كاملة. 5 أهداف مقابل هدف واحد، تناوب على تسجيلها الأبطال والرجال الكبار هنا في هذا الفريق، في هذا المنتخب. أعلام منتخبنا وأعلام العراق وأعلام فلسطين موجودة، و5 أهداف، والحمادي يقول ها أنا موجود هنا لكي يسجل ويسجل هدف.